السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ سنة ثانية متوسط، صلاة تكونوا كامل بخير. اليوم أعزائي التلاميذ جيت نكمل معكم بكتابكم، كتاب الدروس، كتاب اللغة الفرنسية على صفحة 33. قبل ما نبدأ هذا الفيديو ما تنسوش تدعموني بإعجابكم، اشتركوا بالقناة وتضغطوا على زر الجرس بيوصلكم كل جديد، هذا دائما فضلا وليس أمرا. هاي نبدأ على بركة الله. قلنا صفحة 33. ألوغ، قالك في التمرين الثاني، يعني هذه الصفحة تبع صفحة 32، تعرفنا فيها على فوكابولار دو ميرفي، يعني الكلمات اللي يعني عندها معنى أو تبه الميرفي يعني عجيب، يعني أي علاقة عندها بالعجيبة، كما قلنا على لي بيرسوناج اكستراوردينير، الأشخاص خارقين للعادة. تعرفنا على في هاد لي كونت ولي زيستوار، قادر نتعرفوا جوغ يجونا بزاف اشياء عاد، نلقاو بزاف اشياء عجيبه، دي تروك ميرفيو. باغ اكزومبل نلقاو دي سورسيير كي اكزيستو با، نلقاو دي زانيمو كي بار، نلقاو دي زوبجي ماجيك اي تو. لو هادو كنلقاوهم في لي زيستوار هادو ايماجينار و شابو لي سورسيير. الوغ خلي كومبليت افيك، يعني اكمل بي une sorcière يعني ساحرة شريرة، un mage هذا هو le mage، عنا une fée جنية هايليك، عنا un lutin، lutin هذا هو. قالك utilise le dictionnaire، استعمل القاموس. alors هذا c'est un mage، هذه c'est une fée، هذه c'est une sorcière، وهذا un lutin. قالك avec toi ou ton camarade lisez chaque extrait puis soulignez les mots et les ou les expressions relevant du merveilleux. يعني merveilleux قلنا معناها عجيب، كل حاجة عندها علاقة بعجيب سطروا عليها. alors على سبيل المثال قالك c'était une fée، يعني جنية، جنية حاجة عجيبة، alors عندها علاقة بmerveilleux. Elle a pris la forme d'une pauvre femme. C'est une expression relevant du merveilleux. Elle sortira de la bouche ou une fleur ou une pierre précieuse. C'était une belle femme. On a un miroir magique. يعني من أتعجيبة أو سحرية. On a le miroir répondait Madame la reine, vous êtes la plus belle de tout le pays. Qui m'a fait Blanche Neige. هذيك المرأة اللي تهضر مع هذيك يعني زوجة أبي هذيك الشريرة تقولها بلي أنت أجمل الجميلات في البلد. alors هذه حاجة عجيبة، حاجة ما تكزيستيش في واقع يعني في العالم تاعنا. من هذه من نسج الخيال، هما عبارة هما حكايات من نسج الخيال. على هنا على سبيل المثال la frappe de sa baguette magique et la citrouille fut aussitôt changée en un beau carrosse tout doré. كيما في السندريون maintenant elle lui donnait un coup de sa baguette et la souris était aussitôt changée en un beau cheval. Et après alors هذوما العبارات أو الكلمات اللي تصدر عليهم غلفون دو ميرفيو. alors قالك complète avec des mots du merveilleux. أنا la fée est un personnage par exemple bienveillant، يعني الجنية هي شخصية طيبة. قالك la sorcière est un personnage maléfique par exemple، يعني كما شفنا صفحة 32 الساحرة la sorcière هي شخصية شريرة. يعني هذه كاع سا فيان دو لا ماجي، يعني تجي من السحر.
تقع لي تروك مغبي يعني دي شوز ولا يعني حاجات عجيبة أو خارقة للعادة صراحة غير في هذه الزيستوار. صراحة تكونوا أعزائي تامي تبعتوا معي أو كنت ما يخذوا الخطوة حاجة سهلة رغم عليكم غير تتخيلوا. صراحة تكونوا تبعتوا معي كنت ما يخذوا الخطوة. نتلاقوا إن شاء الله في عدد جديد. وإذا عجبتكم هذا الفيديو ما تنسوش تدعمونا بإعجابكم تشتركوا بالقناة وتضغطوا على زر الجرس ليوصلكم كل جديد. هذا دائما فضلا وليس أمرا. نتلاقى إن شاء الله في عدد جديد ومع السلامة.